من تعرف على طريقة كيفية إيجاد حساب عالق على تطبيقكم ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا تطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا تطبيق تنتين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا لمسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تنتين صفيدهن على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تنتين. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديوهات